ثراء فاحش وثروة مهولة تجسدت في كمية لا يصدقها عقل بالبذخ المفرط الذي وجد بحياة وقصور ويخوت مهيب الركن. فها هما اثنان فقط من بين الكثيرين يظهرون هذا البذخ قبيل الأيام الأخيرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في القصر الجمهوري قبل الغزو الأمريكي لبغداد. فيختى المنصور ونسيم البصرة شاهدان على هذا الثراء الفاحش. فما القصة؟ معالم كثيرة ظهر فيها مهيب الركن تدلل على مظاهر الحياة الرئاسية التي كان يعيشها خلال مدة قاربت ربع قرن من الزمان. فها هو صدام حسين يظهر في القصر الرئاسي المهيب في بغداد، لكن مظاهر الفخامة والثراء لم تتصدر المشهد الذي كان يعيشه صدام في بلاد الرافدين. فها هي الكاميرات تقف خلفها الكواليس لتستر ما لا يصح أن يراه الجميع. المقربون فقط هم من يعلمون مدى هذا الثراء وتلك الثروات الطائلة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكن مفاجآت بحياته التي كان فيها البذخ من الممكن أن يكفي لمدن بأكملها يظهر في جوانب قليلة. دائما ما يكون خلف الستار ويوارى عن الأعين لم يتوقعه العقل، فبمجرد أن يكشف الستار عنه يكون مذهلا للجميع، وهذا ما تجلى في يختي صدام حسين المنصور ونسيم البصرة. يختى المنصور ونسيم البصرة اللذان أزيح عنهما الستار كشفا بذخا فاحشا لمهيب الركن. فها هو يخت نسيم البصرة الذي لا يظل على حالته وتحول لمزار سياحي يذهب إليه السائحون من كل مكان حتى الآن. فخامة ورقي وأوان ذهبية جسدت مشهد من مشاهد داخل اليخت، لكن مع الدخول إلى أروقته فالمفاجآت تحيط بالموجودين به من كل مكان. غرف للاجتماعات تسع لأكثر من 30 شخصاً، وغرفة نوم بحمام خاص، والأواني والزجاجات التي يستخدمها صدام حسين أثناء التطيب مطلية بالذهب. وفجأة وبدون سابق إنذار يظهر هذا السرير الكبير الذي تحف جنباته الحلي الذهبية بجانب وجود الهواتف الأرضية القديمة وأجهزة الفاكس. ذهول أصاب الزوار ليخت صدام نسيم البصرة، فها هم يشاهدون جنون العظمة في عهد صدام حسين مجسد في هذا اليخت. لكن المفاجأة كانت على بعد خطوات من أسفل اليخت، لحظات حاسمة على وشك الاقتراب. فبمجرد ما أن أتت أقدام الزوار لتلك المنطقة الموجودة في قاع اليخت فوجدوا ما لم يتوقعه أحد على الإطلاق، ممراً سرياً في آخر هذا الممر الموجود في أسفل اليخت يقودك إلى باب غواصة ليحتمي بها صدام حسين حال تعرضه لهجوم من أي أحد. صورة تملأ جوانبها هذا البزخ، لكن الجانب الثاني منها قد طالته الغارات الجوية الأمريكية. فها هو يخت المنصورة ليس به إلا هيكله الخارجي، عرض يخت نسيم البحر الذي لا يزال شاهداً على البذخ الفاحش في عهد صدام للبيع في أحد المزادات عام 2008. فكانت المفاجأة حينما وصل سعره إلى 35 مليون دولار، لكنه بقي حتى الآن مزاراً للسياح من كل دول العالم يترددون عليه في 3 أيام من الأسبوع.